رح روح انا وياكم برحله على صناعه الافلام وعرفكن على اسماء وافلام لمعت بالسينما العربيه او الاجنبيه. فينا اليوم بيحاكي الصحه النفسيه والدواء الغلط يلي ممكن انه يدمركم. موضوع الصحة النفسية مهم كتير وهو غير متداول بشكل كبير بالأعمال اللبنانية، خلاصة من هيدا الفيلم أنه الخلاص ما بيجي إلا بقرار شخصي، فخلوا قراركم يكون صح وعرفوا شو أتنقوا. الفيلم هو بعنوان فيلم فرح، وصحيح أنه اسم الفيلم هو فرح لكنه هو بعيد كل البعد عن المعاني الحقيقية لهيدي الكلمة.